برنامج برعاية شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن، الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيمية جون سويت، شركة القوة الطبيعية لتكنولوجيا معالجة المياه، مركز عيسى لتجارة أجهزة الساتلايت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أعزائي إنما كنتم داخل أو خارج الوطن، وكل التحية لكل من يشاهدنا على صفحات السوشيال ميديا لوكالة الحقيقة الدولية مطبخ رمضان، أقصد على مطبخ رمضان وعلى صفحة دجاج الخير، كل التحية لكم في برنامجكم المتجدد والمتميز بإذن الله تعالى، والذي يحتل المراكز الأولى دائما على من يشاهد شاشة الحقيقة الدولية، وأيضا على المواقع مواقع التواصل الاجتماعي مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير، كل التحية لكم يا دجاج الخير، طعمه غير وكله خير بإذن الله تعالى. كل الحب لكم أعزائي، وما أهلا وسهلا فيكم في اليوم 18 في شهر رمضان المبارك، الله يقبل منا ومنكم الصيام والقيام. سبحان الله، امبارح لسه كان 1 رمضان، اليوم 18 رمضان، سبحان الله سبحان الله، أيام خير دائما يكون فيها شهر فضيل. صبح مرة أخرى، مش حادث، صباح الخير. صباح الخير، صباح الورد والياسمين، يمس افتحت على طول قلاب الكفات. صباح الخير مشاهدينا الكرام، الله يسعدك. كيف أمورك؟ الحمد لله كله تمام، أخبارك إن شاء الله تمام؟ ما شاء الله علينا، الله يسعدك يا رب يخليك، تقبل منا ومنكم الطعام. برنامج مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير، شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن، وأيضا شركة جو سويت، وشركة القوى الطبيعية لتكنولوجيا معالجة المياه، ومركز عيسى للساتلايت والأجهزة الكهربائية، كل التحية لك أستاذ عيسى، والشركة الأردنية العالمية مقدمي الجواز، الشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسال، وشركة عيد دحدل وشركاء هروم انترناشونال، روبوت تكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ومطاعم زعفران وسط البلد، والدكتور رائد يونس، ودرويش للأجهزة الكهربائية، ومعرض السلام بيع السيارات نقدا وبالأقساط ومجوهرات الأخوة، ومدارس وروضة حواء وآدم. طبعا انضم لنا امبارح بالمساء لعشاق البرجر، اللي بيهوى البرجر بأنواعه والكمكازي ومش عارف كمكازي والأمور هاي، الأسماء اللي بتولع نار هاي، أكيد ما إلك إلا فاير فلاي، فاير فلاي above of all burgers. طبعا محلات فاير فلاي بتوزع فروعها في جميع أنحاء المملكة، مش بس هيك، بلشت عام 2011 وأكثر من 57 فرع في حول العالم. هذا اسم أردني، فاير فلاي اسم أردني، علامة تجارية أردنية، 57 فرع جميع أنحاء العالم، وموزعة في 14 دولة وأربع قارات. تخيلوا فاير فلاي في زمن بسيط جدا 11 سنة وصل لهاي الوصيل، شركات إلها مئات الأعوام، يا دوب يا دوب، لكن فاير فلاي هو the best of burger above of all burger. قدم لنا وجبة لشخص واحد فاير فلاي من أي فرع، أي فرع، إن شاء الله ناس تشارك معنا من برا من أوروبا عشان ربحهم وجبة مجانا في برنامج مطبخ رمضان بوجود فاير فلاي. إحنا صرنا انترناشونال، انترناشونال، بإمكانك أنت من أي دولة موجود فيها فرع فاير فلاي تفوز معنا، تستلم جائزتك من الدولة اللي أنت فيها. كيف يا شيف، شو رأيك؟ تمام، لو تركتك شوي بتنام انت. لا هيني بسمع. شو بدنا نطبخ؟ مبسوط اليوم. شو بدنا نطبخ اليوم؟ اليوم في عنا راح نعمل كبدة بالبصل. كبدة؟ كبدة الدجاج بالبصل. بالبصل. وكبدة بدبس الرمان مع النعنع والليمون. اها. وراح نعمل كمان جنحان بالكزبرة والطحين والشطة. حلو. وراح نعمل كمان جنحان بالقرشلة. اها. وراح نعمل دجاج الدبوس، هذا القصبة. تبعت الخير. زي نظام البروستيت. الدبوس. الدبوسة. دبوس الخير. دبوسة. دبوس الخير. بدنا نقليه كمان. هذا قلي ان شاء الله. بدنا نعمله قلي. يعني اليوم
طايل كل العدة، طايل كل الآليات، وحاطها على الغاز مصفر ومستعد. اليوم ورشة. اليوم ورشة، لابس بزمة. دجاج الخير اليوم كل عنده أشياء، الكبدة والدجاج ترى ما انضفوا معنا. أكيد أكيد أكيد. طبعا دجاج الخير كل أصناف الدجاج بأنواعه، بالمقطعات، بالكبدة، بالجنحان، بالدبابيس، نعم. الورك لحال، الفخذ لحال، والدبوس لحال، عندهم مسحب. تحياتنا لكم دجاج الخير، لأنكم غير. والله يصبحكم بالخير يا دجاج الخير. سؤال حلقتنا اليوم، كم عدد أضلاع قبة الصخرة؟ كم عدد أضلاع قبة الصخرة؟ هل هي 4 ولا 6 ولا 8؟ 8 أضلاع. اللي برجع على قصيدة تميم البرغوثي بيعرف كم من ضلع لها. يعني عليك أو اللي راح عليها نياله نيالي، أنا رحت عليها. يا سيدي ليش نبلش؟ أعطيني المقادير. والله كله مقادير واحدة. ورشة كلها مقادير واحدة؟ ايوه، طلع المقادير كلهن، طلع كل شيء يا بني على الهواء. يلا شي. طلع طلع اشحنوا لي اياهن كلياتهن على الهواء. مرة اخرى كل التحية لي. الاسم الرائد في عالم البرجر طبعا فاير فلاي، غني عن التعريف. اللي بده يربح من فاير فلاي وجبة الافطار، طبعا جوائز الاكل اللي بسمعنا الان وبتابعنا، قبل ما نحكي المقادير، جوائز الأكل في شهر رمضان المبارك، بعد رمضان لا، فقط في شهر رمضان. كبدة بالدبس والنعناع والليمون، زيت قلي، بصل، ثوم، كبدة، خل أبيض، دبس رمان، فلفل أسود، ليمون، نعناع. مرة أخرى، زيت قلي، بصل، ثوم، كبدة، خل أبيض، دبس رمان ونعناع، وإيش كمان؟ وبصل. هذا الكبدة الثاني. هلأ شو صاحب دخل على الثاني؟ بدك تضوي الامور. هاي كبده بالبصل والثوم والخل. اها هيا كبده هاي الثاني. قال النوع الثاني كبده بالبصل والثوم والخل والكزبره. كبده بالبصل والثوم والخل والكزبره. زبده، زيت قلي، اسف، زيت قلي، بصل، ثوم، كزبره، ملح، فلفل اخضر، خل ابيض، زيت قلي، بصل، ثوم، كزبرة، ملح، فلفل أخضر، وخل أبيض. هاي هي الكبدة. إيش كمان؟ إيش في عنا اليوم؟ اليوم فايتين بكل المعدات. اليوم انطفى الكبدة. نعم انطفى الكبدة. الكبدة انطفى الكبدة. زبدة، بصل، ثوم، كبدة. زبدة، بصل، ثوم، كبدة، فطر، كزبرة، ملح، فلفل، وصلصة المطفى، شرحات الليمون، المطفى. هسه بدنا نعرف شو قصة المطفى. مطفى الكبدة وعنا صلصة المطفى. نشوف هسه شو المطفى مع ابو شحادة، كانه شغال بالدفاع المدني باقي. اعطيني الثالث. يلا اعطيني الرابع. اعطيني الرابع. عندنا جنحان، جناح مقلي بالطحين والكزبرة والشطة، ثوم، زيت قلي، كزبرة، هوت صوص، بهار دجاج، ينسون، كزبرة ناشفة، وطحين. طب خلينا نبلش أول شيء في شغلة، بدناش نطول على الناس لأنه عندنا أكثر من صنف يا شيخ. سريعات كل الأصناف هاي ما راح. سريعة. ما راح تأخذ معك وقت. نتسلى. طب فيش نبلش أول شيء؟ نسوي الدجاج. نساوي الدجاج. اللي هي هاي الدبوسة. الدبوس. أيوة. الدبوس عشان نتبله. هو الوحيد اللي ما حكيناهوش. والله طلعونا الدبوس. هو الوحيد اللي ما طلعناه. بدنا نتبل الدبوس. الدبوس. سريعة شو بتحكي؟ والقبة عبارة عن. وين سراي؟ والقبة عبارة عن مبنى صغير الحجم، جميل الشكل والزينة، جدرانه مفتوحة له 11 ضلع ومحراب واحد في جنوب الجبهة القبلية، الجهة القبلية، وتستند على الأضلاع. مطفى. لا، دبوس القلي. دجاج مقلي. دجاج اسمه دجاج مقلي. دجاج مقلي رخاميا في وسطه. شكرا لك يا سرية. زياد العنابي، أدمنت برنامجكم وإحنا أدمناك يا زياد. الله عليك. دجاج مقلي بالقرشلة، جناح، دجاج، فلفل أبيض، خل، عصير ليمون، خردل، طحين، قرشلة، بيض. هذا مش هو، واحد تاني. أعطيني واحد تاني. في دجاج تاني مقلي. هذا الجناح. سامر ناجي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا. مش جناح محمد. لا هذا هو مش الجناح. في كمان فخذ. في كمان فخذ. دبوس. قصبة. شادي فواز ذياب العنزي، 8 أضلاع. يا عين عليك يا شادي، حياتنا لك يا شادي العنزي. يعني دجاج مقلي، دجاج بالطحين،
لبن حليب هو هذا بابريكا بهار مشكل طحين ملح وفلفل كيجن لبن حليب بابريكا بهار مشكل طحين ملح فلفل كيجن زين القوقة تحياتنا إليك يا زين شاهر التميمي تحياتنا إليك يا شاهر يعين عليك أيوة أيوة لساتكم نايمين شكلكم على فكرة شكلكم لسا نايمين يسعد صباحك أستاذ خالد تحياتنا إليكم نجلاء الشاعر ما شاء الله عليكم تحياتنا إليكم يلي بتتابعونا يا عيني عليكم آي سيدي طيب هذا الدبوسة ضبط الدبوسة قاعد أيوة 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 أنت بتخليها الشمر من تحت عشان تنزل عشان تنزل الدبوسة هاي طريقة جميلة جميلة جدا للدبابيس جدا أنت بتعملها هيك زي الريش إيه يا رأ مين كاميرا شو هيا مين هاي أيوة هو ده شكلها يا سلام سلام هو دجاج الخير اللي ما بغلبك ولا بشي نعمل هيك ما بغلبك دجاج الخير نسحب من هون شوي أيوة اسحب يا سيدي اسحب اسحب يا سيدي اسحب اسحب كم عدد أضلاع قبة الصخرة الكل بيحكي 8 وهو الجواب السليم 8 أضلاع سماء 8 أضلاع شاهر التميمي وعمار الصفدي ومرة أخرى بنذكر إنه انضم إلنا لتقديم الجوائز في آخر 12 يوم فاير فلاي فاير فلاي هو الاسم الرائد في عالم البرجر الاسم الرائد في عالم البرجر العلامة التجارية التجارية الأردنية المنشأ والتي أصبحت خلال سنوات قليلة علامة تجارية عالمية مسجلة ولديها 57 فرع 57 فرع حول العالم في أكثر من 14 دولة وأربع قارات يوم ما نحكي فاير فلاي above of all burgers الله هو فوق كلهم هيك السيد فاير فلاي سمعت نظيف هذا ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه هذا الدبوس احنا أيوة. عم نعطيكم طرق جديدة حلوة للدبوس نعمل الجلد زي هيك والله جميل جميل يا سيدي هذه طلع بعرف تدلع دجاج الخير طلع بتدلع يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي هذه هي هذا هو الدبوس حلوة فكرتها الدبوس فكرته حلوة اقطعوا لنا يا شباب على الدبوس هون اللي في ايده مش حادة ايوه دبوس ايوه هو ده سمح لها هذا الدبوس يعين عليه طبعا شكرا لكل اللي بيقدمونا جوائز ايضا الشركه الاردنيه العالميه لانتاج افران الغاز والوصلات يونيفرسال تحياتنا لك حج عمر الحسنات وزي ما حكينا في عندنا المسابقه يا جماعه المسابقه النار نحب نذكر فيها الغاز قرب يطير الغاز بعد بكره هذا راح يطير راح يوجوج لمين راح يروح والله شفت ناس تجاوزت ال 500 لايك لغايه الان ولسه في بكره وفي بعده لنص البرنامج عشان هذا يطير عشان الغاز هذا يطير 60 في 90 ستانلس ستيل طبي وصحي وفل سيفتي فل سيفتي مقدم من الشركه الاردنيه العالميه لانتاج افران الغاز والغسالات يونيفرسال يونيفرسال يعني غاز غاز يعني يونيفرسال شيف مساعدة لا أموري بالسليم أنا أمورك بالسليم نعم لا يعني إذا بدك مساعدك يعني لا يا عم دخيلك على المواخذة أنا ده بديش ما بدك لا أوكي أوكي سماء تبارك الرحمن يا سماء أيوة ولعوا لي أنا يا جماعة ما تخلوش نظل نحكي على الشير واللايك والكومنت خلاص يعني طلعنا صدنا أصحاب ما أضلكوا يعني نظلنا نذكر ونعيد أنتوا أهلنا وحبايبنا وقرايبنا خلينا نظلنا محلقين الأوائل دائما خلينا نظل في برنامج مطبخ رمضان اللي بدي برعاية دجاج الخير اللي تغليفه صار غير واللي طعمه صار غير وكله خير دجاج الخير حبيب قلبي أستاذ نافع عمار الصفدي شو ها همسات طب يعني ابعتونا برضو أيوة اللايكات كمان اللايكات هذا اللي عامل هيك الأزرق لونها واحبني هذا اللي حاضن لي قلب ريد هارت
هيا خالد تحياتنا لك يا هيا خالد يسعد مساكي يا هيا. بيان بيان عنانزة تحياتنا لك يا بيان بيان عنانزة. سارة محمد السعودي أبو مراد محمد السعودي وينك يا رجل وينك يا أبو مراد وين الغيبة فريد الصفدي مرفت الترك تحياتنا لك يا مرفت سرية. شباب أعطوني نبذة عن اللي بيشيروا اللي بيشيروا اللي فيه لهم كاش ليرات 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 يا جماعة يا جماعة ليرات الليرات الليرات سريا لا هسا هسا اللي بشير احنا عارفين جائزته نقد كاش اكثر ناس بتشير اكثر ناس بتشير الها كاش لا 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 لا, لا, لا. هم عارفين هم عارفين بكره لنا كلام لنا حديث معكم يا تبعين الشيخ عشان نشوف شو بدكم تعملوا يوم الجمعه عارفين يوم الجمعه دائما بنفاجئكم شغلات كثيره. فاير فلاي تحياتنا لكم يا ما سلسله مطاعم فاير فلاي 57 فرع في 14 دوله في اربع قارات الاسم التجاري الاردني العلامه التجاريه الاردنيه طبعا من بحرهم بحر يا سيدي مع اليانسون والفلفل والملح ايوه اوكي اهم شيء ينسون شي. ينسون وبهار دجاج احنا اذا ما حكينا حطوا عليه بهار دجاج بهار دجاج كثروب كيجن كمان حطوا مش كيجن هلا اهم شيء هنا هنا ندعكها على الناشف ادعك على الناشف اوكي بعدين نعطيها شويه زيت زيت خفيف خفيف بس اهم شيء البهار يفوت فيها اهم شيء يتغلغل فيها يتغلغل ايوه تغلغل يا سيدي شايف لهم احلاهم هيك ورجينا بهار الكيجن وبهار الدجاج زاكي ايوه ورجينا وين؟ وين رايح؟ وين رايحة؟ شايف هيك البهار الناشف بس تدعكوا فيه خليه يندعك عشان يفوت جوا اللحمة هذا هذا مش هذا هذا الدجاج بنتقع قبل بيوم ولا طبعا ينتقع قبل ولا لازم نقع كامل يعني بس نشلح القصبة تبعتها هاي هاي طلع هنا الفكرة هاي بتشلحتها هذا بكون هيك مدهن وحالته هاي لا هون هاي هنضيفة هاي بتمسكها هيك وبتاكل يا بيي اطلع فيها مجرد انه شرح عن الموضوع اصابني ايش ذهول صابك غرور والغرور لما يصيب مشكله ايوه ريح ليها هون شوي خلي البهار يمسك فيها اجيب لها كرسي هسه نسوي الجنحان الجنحان اوكي الجنحان نعم اجلاء الشاعر تحياتنا لك شذا ابو عرقوب وام ريان تحياتنا لك يا ام ريان منى الناصر ساره شذا تحياتنا لك يا شذا شادي فواز دياب العنزي رنا ابو فاخر يا سلام عليكم انتو يا سلام عليكم ضلك غير في كفات وكب بكفات اليوم كل حياتنا كفات وليش ما حكيت بدي اجيب له اسمع بدي اجيب له كفات حديد بقفل اللي تتقفل هون اول الحلقه واخر الحلقه نفكها القفل عنها طلع جناح دجاجة خير محلى يا سلام هلا احنا راح نطبخ بده يطير ايش راح نطبخ انكثر نسيت لا عادي اقرا اقرا هسا جناح مقلي بالطحين هنا احنا راح نسوي هيك نيجي على المفصل ايوه ونعملها هيك ايوه بس هي شقفتين يعني الجناح شقفتين اوكي شقفتين للجناح هنا هيك جوانا جوانا تحياتنا لك يا جوانا ورنا وسناء رانيا وريكات لارا لارا صفدي وشاهر التميمي يا جماعة وين اللايك وين اللايكات اللايك هون 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 اللايكات اسمعين ورجيهم وين اللايكات هاي هون هون منطقة هاي هاي المفروض تكون نار مولعة نار يعني شايفين الفتحة هاي زي ما حكى بوش حادة تبقى تضخ لايكات من تطلع من فوق من فوق هيك وين اللايكات وين اللايكات تاب بخزي ما مسحناه هسا هون اللي مطفه وبد وبال بالطحين اوكي ايوه وبالباربيكيو نفس التقطيعات نفس التقطيعات ايوه نفس التقطيعات قطع يا سيدي قطع ايوه افصل افصل دجاج الخير والله العظيم انه غير دجاج الخير يسعد مساك وراما سعد سعد مساكي شوف سولفه مع بعض كمان سولفوا مع بعض سناء تحياتنا لك يا سناء ام جمال الكرد انا بدور ابو عرقوب على الصغار على الصغار
لانه الكبار بدي اياهم بشيء ثاني. بدك اياهم لشيء ثاني بعرف. نعم نعم بعرف. خلينا اضبط طعمتهم. يلا يا سيدي ايش التتبيله؟ زي ما حكينا ما هو بارد نفس اللي عملناها للدبوس. نفس الشيء ايوه. اللي هي بهارات الدجاج الكيجن نفس الشيء البابريكا وينسون ملح وفلفل وينسون حطيت؟ هيو طبعا ينسون ولا يتذكرون؟ يتذكرون يتذكرون اوكي ايوه هون برضو كمان هات جاي تعال على الناشف لازم على الناشف كل الشغل هذا على الناشف دس. على الناشف سؤال حلقتنا مرة أخرى كم عدد أضلاع قبة الصخرة؟ قبة أضلاعها 8 احنا بنجاوب عنكم احنا بس هيك عشان نحفزكم تبعتوا عشان معلومات عامة احنا اسئلتنا لكم معلومات عشان اضف الى معلوماتك او اكد معلومتك او نرسخ المعلومة اللي جواتك هاي 8 اضلاع قبة الصخرة 8 اضلاع والشيء الجميل داخل قبة الصخرة ان من الناس اللي لفيت جوا قبة الصخرة مشيت اها ولا روح هنا لهون هون هلا هون الدجاج هذا أيوة انا اخذت منه شويه ايوه للمخلي اللي هو بالشطه والكزبره بالشطه والكزبره هون عليها ايوه بعد ما على الناشف بعد على الناشف نحط الشطه شطه اوكي اوكي بعدين بناخذ الكزبره كزبره بعدين بناخذ رشه طحين طحين كتر عادي مش مشكله عادي هاي طحين حلو 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 طلعوا هذا بيحرق صح؟ هي شاي سبايسي هات يا اسمعي اوكي ربط كله مع بعضه والله ربط يا يعني. ايوه ربطت هيك والله ربطت المعلم والله ونقولها استنيني استني هون ايوه ما حدا يروح من مكانه لا 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 ما حدا يروح من مكانه طول ما هي مجهزه امور التتبيلات وهي الامور الامور بالسليم ما في ما في مشاكل وزي ما حكينا الدجاج هذا امكانك تنقعيه قبل بيوم واذا يعني قبل بيوم هذا احسن شيء طبعا اذا يعني في نفس اليوم لكن قبلها بساعتين قبل العمليات هاي بساعتين بثلاثه برضه ممتاز هذا الحكي لانه الدبوس بالدجاج الخير طري وعلى السريع بس هيك اعطيه هفه نار يستوي حفيف. والجنحان ما انتم عارفين ما بدها لكن ال- 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 نقع الدجاج نقع الدجاج بيخليه العملية تصير بعملية أسرع وأسلس نعم تصير العملية نعم في الطبخ وبتلاقي ال- 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 البهارة تغلغل جواها صح؟ 100% وأنا بحب دائما الخروف أو الدجاج أو هاي الأمور أدعكوا عن ناشف عن ناشف عشان الملح والفلفل يفوت جواته أيوة أوكي يلا سيدي هاي الأولى يعني جاهزة للقلي يا عيني يا عيني يا عيني جلال حياصات تحياتنا لك يا أستاذ جلال مبارح شرفنا وسلم جائزته جلال هو كل التحية لك يا جلال ومدامتك زوجتك تحياتنا لكم اللي اجتونا من طبقة فحل طبقة فحل اجتونا وكل التحية لكم أعزائي اللي بتابعونا داخل عمان وخارج عمان وجميع المحافظات كل الحب والتحية لكم جميعا زياد العنابي والجنحان الثاني كمان طحين نفس الاشي بس هاي شطه هاي حاطين عليها شطه وكزبره هاي بدون هاي بهارات عاديه بهارات عاديه ايوه شايف 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 يعني نفس هاي. الجنحان يوم ما قسمناهم نصين عملنا اشي حار ايوه عملنا اشي حار وعملنا اشي بالبهار العادي بالبهار العادي اللي هي الكيجن والبهار الدجاج هون ناخذ نصهم مع المطفى ونصهم مع الباربيكيو صوص يلا الطحين في هذا الموضوع بخلي فيه شويه قرقشه قرقه ايش قرقشه قرقشه هسه بدنا نسوي الجنحان الثانيه ام محمود احلاسي ام محمود احلاسي نسرين سمور تحياتنا لك شادي فواز زياب ذياب لعنزي شذا ابو عرقوب رنا ابو فاخر يا سيدي يا سيدي هذا الجناح اذا بغلبك ما تسويهوش بس اتمنى انك تعرف تسويه ان شاء الله ان شاء الله هذا جناح الخير الخير ابيض بجنن في هون مفاصل نية يا زلمه في هون مفاصل هيك بتيجي هي مفصل هون في مفصل اوكي هون بيجي هون ايوه هيو بنقول هيك بنمسك الجناح هيك ايوه ركزوا بعدين نقول بسم الله نيجي بنطلع ايش العظمتين العظمتين ايه وبنعمل بالسكينه كده هيك على المفصل صار عنا زي الدبوس وين هاي
هات اعطونا الكاميرا هون. هاي شايف احلاها الجناح زي الدبوس صار بس على اصغر. خير ما احلاه هذا جناح. ايوه شايف احلاها حلو. وهون كمان اذا بتحبوا تعملوا فيها هيك زي الدبوس كمان. ايوه انا بدي اسهل عليكم طريقة الاكل. أيوة. والتقديم تاعته بتطلع ايش حلوة اجمل. اجمل. هاي الجناح يا جماعة الخير شايفين الجناح كيف صار؟ يا سلام جناح دكتوري توري الله كيف؟ هذا جناح الخير والله صار شكله غير صار شكله غير 100% الجنحان الجنحان أم محمود شفتوا كيف الطريقة يا جماعة؟ شفتوا كيف طريقة إن أنا يوم ما حكالي مبارح في الليل بدنا نسحب جنحان قلت بدنا نقضيها كل يوم نسحب الجنحان هاي مرة ثانية ايوه وحش 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 ابو شحادة ما باخذ وقت ابو شحادة ملوش حل خلي لي اياك ابو شحادة ملوش حل هاي يا عين عليك يا عين عليك يا ابو شحادة شايف محلاه بعد خمس دقائق رح نطلع اول فاصل يعني في هسا برنامجنا تعمل بالطحين هيك تقلي بس تجدك لي تعمل هيك ترى الجنحان زاكي والله مرتب يعني مش بطال انا بحب الجنحان ودجاج الخير طلع والله نظيف والله انه مثل ما انظفه طبعا يا رجل ايه دجاج الخير هذا دجاج الخير كله خير دجاج الخير الله يا ابو شحادة انه انت قاعد تأذي مشاعرنا انت ما قلناش اليوم 18 رمضان يعني اللي بتحب تكتك بشغلها تشتغل أيوة. هيك اللي بتحب دارها متكتك ومطبخها متكتك تشتغل هيك واللي بتحب تشتغل بنفس ايوه طعم عيالها بنفس مناظر جميلة تقعد على رواق طلع طلع هاي الجنحان طلع كيف طلع طلع يا سيدي 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 مرة أخرى بنحكي كل الشكر لشركات الراعي لبرنامج مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير كل التحية لدجاج الخير اللي طعمه غير وشركة يعني طبعا شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن كل الشكر لكم لهم الدجاج الخير وجو سويت تحياتنا لكم يا جو سويت وشركة القوى الطبيعية التكنولوجيا معالجة المياه أستاذ أحمد فارس تحياتنا لك يا أحمد فارس باور كينج كينج أوف باور كمان بنقدر نحكي اللي هو نيو 2022 تحياتنا لك يا صديقي ومركز عيسى لتجارة أجهزة السترات والأجهزة الكهربائية وكلاء شركة الغزال تحياتنا لك يا عيسى وكل الشكر للشركات اللي بتقدم لنا الجوائز لبرنامج مطبخ رمضان الشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسال وشركة عيد دحدل وشركاء هرومو انترناشنال رواد التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ومطاعم زعفران وسط البلد والدكتور رائد يونس ودرويش الأجهزة الكهربائية ومعرض السلام بيع السيارات نقدا وبالأقساط ومجوهرات الأخوة مدارس وروضة حواء وآدم النموذجية جرش كل التحية لكم أخيرا وليس آخرا أخيرا وليس آخرا Firefly Burger Above of all Burger الاسم الرائد في عالم البرجر تحيات لكم شكرا لهذه الجائزة قدمتوها وجبة لشخص واحد من هنا حتى نهاية رمضان في جميع أنحاء المملكة وزي ما حكيت لكم صرنا انترناشونال يعني انت لو خارج الأردن وربحت معنا وجبة من Firefly في 57 فرع وزعات على 14 دولة في 4 قارات ماشي؟ يعني Firefly موجود اوكي العلامه التجاريه المسجله الاردنيه Firefly above of all burgers اي سي يلا انا قربت اخلص قربت اخلص بدي افرجيكم انه الوقت بدي افرجيكم انه كل شيء سهل كل شيء بس سهل. كونوا محضرينه ايوه ايوه يعني أيوة. الورشه هاي سهله اذا حضرتوها اما اذا كله بدك تشتغلوا بنفس الدقيقه ما بزبط لا 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 بنطبق معها بالحيط بنفوت بالحيط بنطبق احنا يعني يعني اذا شفتور في رمضان بصير سحور هذا بزبطش ايوه هاي الامور لازم تنعمل قبل عشان اعطونا 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 رايكم يا جماعه اللي بتتابعونا على صفحه وكاله صفحه مطبخ رمضان كل التحيه لهم اللي بتابعونا على صفحه دجاج الخير ابعثوا لنا شو رايكم اللي قاعد بيعمله ابو شحاده في الجنحان وفي الدبابيس واللي ما خلاش شلح جلدها عن عظمها دجاجة أم حسن شحادة شذا يا شيف أنت بترش الطحين
عليه بس رش مو بكثرة الطحين. شغلة مش بكثرة الطحين. كيف يعني؟ بتقول لك هي بكثرة الطحين ولا رش لازم؟ لا لسه يعني بدنا نعيد عليه مرة ثانية. بدنا نعيد عليه. أيوة مهند جودي ما شاء الله. رانيا لوريكات حلو. طيب أم ريان إشي خرافي. بشار تحيات لك يا بشار أبو السلطان. سارة سارة صفدي تحياتنا إليك. ناقص تعزمونا بقول لك بشار ابشر يبشر بسعد. ابشر الله يبشر ابشر يا سيدي تحياتنا لك يا بشار. ورانيا وريكات تقول لك فنان. شكراً, ايوه اعطوني تعليقات على ما يفعله الشيف الان في الدجاجة. بقولوا لك شيف مميز الحمد لله. يا ريت تقربوا الكاميرا على الشيف. شو رأي نبعث لكم صور له يعني؟ والله يا عيني يا عيني ثمن أضلع بحكي لك حمزة ما شاء الله عليه الشيف مرحبا تبارك الله يقويك أستاذ خالد ويدب الصبر بقلبك لآخر يوم. هاي 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 أبو شهادة هاي هاي طاردوا لي وراها هاي هاي تحياتي لكم جميعا ولكم هيو. جميعا للكل جميعا شباب تحياتنا لكم يعطيك العافية يا شيف والله يعافيك شيف مميز. بدنا نشوف شغلة عن قرب. الأكل يعني مش غلط الأكل تفضل هم قصدهم الأكل. شغله بدنا نشوف شغله شغله عن قرب. أيوه خلي لي إياها الكاميرا كلوز على أبو شحادة. طب أنا عندي حل تعال جنبي أنت. أجي جنبك أنا؟ أجي جنبك؟ منها جد عادي؟ تأخذ كورس ترينينج. أنت أقعد جنبي مش توقف تعجقني أوقف جنبي. ما هي بدي أوقف جنبك. لا بظهرك بظهرك. هتلاقيني لازق كده. ظهرك. لازق في ظهرك. طيب هاي الجنحان. لو سمحت. من رش ملح. أيوة. أوكي. يا سيدي. عين عليك. هاي فلفل أبيض. فلفل أبيض. تمام. بهار دجاج زودوا منه كثير زاكي عليه. كثروا. كثروا منه. هاي شوية بابريكا. تمام. أيوة. وإيش كمان بدي؟ هاي قليل من الخل عليها. قليل من الخل. أيوة. والليمون. والليمون. سار سحت. سار سحت. سار سحت. نيجي هون. أيوة. عاد خفيف هينا نقدمهم هيك. بنمعكهم مع بعضهم. أنا ما بدي زيت عليها نهائيا. هاي الأكلات أنا ما بحب أحط زيت عليها. هذا؟ كله بشكل عام. اوكي هاي شلنا هذا بنرد نرجعه بس بدنا اياه. ايوه شوف اللي اياه. هلا هون نيجي احنا نعمل الجنحان بالقرشله. اوكي بسم الله. هاي الطحين. ايوه طحينه من النوم. ايوه هاي بالبيض. بيض. نعم بيض وخل. بيض وخل. نعم ورشه ملح وفلفل على البيضه. ورشه ملح وفلفل. أوكي. على البيض. ايوه بعدين على القرشله. قرشله. بعدين اعملي هيك. انا بصير هاي القدر. اعملي هيك. هوب صارت فتحة الرجال. اعملي هيك. ايوه. ما ترحبيش الجناح ولا الورك ولا ايش. واعملي كمان هيك. اذا صار كحك العيد كمان هيك. عشان يطلع معك. انا بنصح يعني الزوجة خلي الازواج يعمل هاي الشغلة. هاي وين هاي. 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 ما عليك بجيبوك ما عليك بطلوك. هاي هيك. هاي الجناح. هذا هو الجناح. اوكي بعدين بنعمل كمان مره. أوه. بدنا اياه يطلع مكركش. هاي كمان مره. اوكي هاي الجناح. ترى كيف صار. يا للهول. لقد اختفى. ورم 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 الجناح. هاي هاي على السريع عشان ايش نكسبكم الوقت. اسمع بعدين الجناح مسترخي. انضغط استسلم. وين بده يروح. هو طري طري طري. هاي نكبس عليه. نكبس كبس ابن عمي كبس. نكبس حج كامل. ايوه نكبس حج كامل. هاي كمان مره. شوف دي شوف دي كتكوتها بالليل. هتلاقي سحنية. شايف نافع جاجاتك شو صار فيهن. كل الهواء هاي. طلع 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 ما احلاها. طلع شوفوا بعد القلي. ها شوفوا بعد القلي كيف بيطلع لسه. هسه وهو بعد القلي هاي
هاي الدبوسة تاعت الجناح يا اخوان. الدبوسة هاي الجناح، هاي الجناح الرفرف، هاي الدبوسة اللي بتبقى يعني لفوق من ال أيوة. بتبقى الزعنيفة يعني. ايوه هاي الرفرفة. يلا رفرف يا سيدي، رفرفي رفرف حبك يا جميل. هاي كمان مرة. هاي الرفرف طبعا بدكم تاكلوه بالطحين. بعطيكم طريقة هسا إله، كيف يعني؟ اللي هو جناح بالطنبورة. بالإيش؟ طنبورة. طنبورة هي عبارة عن طحين وبيضة وعليها صودا، صودا الشرب هاي. أوكي، مي صودا يعني؟ أيوة، مياه غازية. نعم، وشوية نشا عليهم وحليهم، بصيروا هيك مكثفين زي هذيك الخلطة. أوكي، نزليها بالزيت وهيك بصير. خليهم واحدة أسوي لهم إياها. يا الله بس. هاي كمان مرة. نورتنا في المطبخ، نورتنا أبو إسلام. نورك الله يا رجل. قتلتني يا رجل. سريع سريع الشغل سريع بس. إيش قتلتني يا رجل؟ نعم. إيه؟ هذا بروستد بقولوا لك. هذا محمد شحادي. هاي طريقة الشيف محمد شحادي. انا محمد شحادي بطلعش على المطاعم الثانية، انا بشتغل على شغلي. هو بيعطيكوا شغلات زاكية اللي تشتغلوها في البيت. ايوه خلوا لي الكاميرا عنده هنا، خلوا لي الكاميرا عنده. يا سلام يا شيف، يا سلام يا سلام يا سلام. هذا عظم، هذا اللي طالع، هذا من الرمسة. هذا عشان بس تستوي الدجاجة يعني، بس تقليها يا ابو حقي، تمسك منها هاي يعني ممسك للاكل هذا بدل الشوك. افغم يا سيدي، افغم يا سيدي، افغم افغم لحد حواش. ايوه ايوه، ريش من الدجاج. ايوه ريش ريش دجاج، هذول ريش دجاج. رانيا اوريكات ومنى ايش سحيمات، سحيمات ام محمد الطوباسي، جلال حياصات تحياتنا لك، لينا عمايره تحياتنا لك يا لينا عمايره. وعن جد لينا بتقول لك عن جد طريقة روعة يا شيف. شكرا لها. أنا بطالب أهلي عن طريق شاشتكم إنه بدنا جنحان على الفطور. هاي صحتين وعافية. بالله عليك شغلة بشاهي صح؟ والله منظرهم بشاهي صح؟ طلع محلاهم والله يا شيف. وعزمونا مريم. أهلا يا بابا، يا مريم أهلا يا بابا. أم ريان تحياتنا لك. أم ميزر عتال تحياتنا لك يا أم ميزر. أيوة أسماء، في أسماء، في أسماء جديدة بنرحب فيهم دائما اللي بنضموا لبرنامج مطبخ رمضان، البرنامج الأقوى والأعلى مشاهدة في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا عن أرقام، مش من كلام، هذا مش من كلام، عن أرقام البرنامج الأكثر مشاهدة لأنه الأكثر مصداقية والأكثر شفافية. وليش كمان؟ لانه فيها ابو شحاده. خلي لي شايفين ابو شحاده شو بيعمل. الحمد لله. شايفين ابو شحاده شو بيعمل. هذا شرف لنا. الجناح، الجناح مزع وتمزيع، انمزط اكل الهواء، طلع اللحمه لحالها. عشان ايش تاكل؟ لطم لطم الجبل. لطم لطم العالم. اذا الدجاجه بتطلع علينا هسه انتحرت. والله العظيم بتقول هيك جناحي بده يصير فيه. شذا لا زالت بتطالب في اهلها عن طريق شاشتنا انه افطور، بدهم افطور جنحان. طبعا افطور جنحان. بتلحقوا تشتروا هسه من دجاج الخير، بتلحقوا لانه موجود بالسيف واي وبالكارفور، موجود وموجود جنحان بنفس الطريقه ونفس الجوده ونفس البياض ونفس اللمعان اللي موجود عندنا على شاشه الحقيقه الدوليه من دجاج الخير، موجود في المولات وفي مراكز التوزيع الموزع في جميع انحاء المملكه. تلحق تشتري وتنقعوا الان، وقبل الفطور بساعه بتشمري عن ايدك يا ست البيت المعدله، وبتقعد ايش تشتغلي هذا الشغل اللي قاعد بيشتغله حتى ابو شحادي. الله يا رب يخلينا يعطيه الصحه، اللي نشف ريقنا من بدايه رمضان، من بدايه رمضان واحنا نشم ولذوق، شم ولذوق، شم ولذوق. حتى بامكانها مثلا لو حضرت اليوم تطبخه بكره، القرشله ما بصير عليها شيء، ما بصير عليها شيء. لو قعدت يومين كمان، يومين كمان بالثلاجه ما بصير عليها شيء، ما عليها شيء، بتكون حافظه للدجاج. نعم.
ما شاء الله ما شاء الله. أم حسن البلعوس تحياتنا لك يا أم حسن. راما تحياتنا لك يا راما. ياسمين التميمي كل الشكر. بدنا كتف. بشار لسه بطالب بده كتف. يلا يا بشار ماشي ماشي يا بشار ماشي. أبشر لسه رمضان إن شاء الله بداية الأسبوع القادم نعمل بنعمل؟ بنعمل كتف نعمل. في فكرة عايره بتحكي لك مميز دائما يا شيف. شكرا لها شكرا. وبحكوا لك رايق شفنا الحمد لله دائما مبسوط. دائما مبسوط. يسعد الشيف. مبسوط فيهم انا والله. الله يسعد قلبك خليك. مبسوط فيك يا حبيبي. الله يسعد قلبك. محمد سالم روعه الشيف. محمد ام عدنان بعرفش مشبهين عليه ممكن عمين عليه ديني شغله عامله ما بتعرف ناس تتاكد. الحمد لله مش مديون. خديجه رمضان كريم علينا وعليكم منورين. شاهر التميمي راما المصري تحياتنا لك. ام توفيق توفيق وينك يا ام توفيق توفيق وينك؟ ملتيه بالشير؟ اذا ملتيه بالشير خليك ملتيه بالشير لانه انت عارف دراهم ليرات ليرات. تحياتنا لك يا شذا ابو عرقوب. ام عدنان البدوي بتحكي الشف مبدع. ام شوق الدعجة شكرا. يعني شو هالناس الرائعه اللي قاعده بتتابعنا الان. ان ام محمد الحامد تحياتنا لك يا ام محمد الحامد. وصفات روعه بتحكي ام محمد الحامد تحياتنا لك. يعطيك الصحه والعمر يا ام محمد. الله يقويها يا رب. سناء بكري اسماء جديده قاعده بتتابعنا يا شيف. حلو لانه الريحه شكلها وصلت وصلت. فتحنا التيربو صح شكله ريح الطبخ تبعك وصل. هاي الجنحان احنا هيك هاي الجنحان خلصنا منهم. خلصنا منهم ايوه مش مشكله. خرب كفات يلا بدي احرق لك الكفات. احرق يا حجي احرق. مريم اهلا يا بابا منورين يا بابا. رانيا لوريكات تحياتنا لك. ام حسين تحياتنا لك. ورنا ابو فاخر يا عين عليك يا رنا. ارفعوا لنا ايوه وين اللايك وين اللايك يا شيف يا مخرجنا الرائع صهيب. طلع لي المسابقة على الشاشة. طلع لي المسابقة بس خليني أعرف أقراها. طلع لي المسابقة على الشاشة عشان نحكي للناس عن المسابقة اللي بقدمها. الجائزة مقدمة من الشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفرسال. هذا الغاز هذا الماثل أمامكم. إن هذا الغاز الماثل أمامكم يوم الجمعة راح يطير. راح يأخذ صاحب النصيب. راح يأخذ صاحب النصيب هذا الغاز. لأنه بقول لك أنا زهقت زهقت بدي أطبخ بدي أطبخ قاعد هنا لا شغلي ولا عملة. خلي هالناس تأخذني ربحوني مشان الله. وراح نربحكم يوم الجمعة راح نربحكم. طلع لي المسابقة على الشاشة عشان نحكي للناس كيف يربحوا هذا الغاز المقدم من الشركة العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفرسال. شيف نعم شيف يا شيف يا عيون الشيف. خاف الله فينا بس خاف الله. لسه ما بدنا نكمل الشيء الثاني بس تخلص المسابقه. بس اخلص المسابقه مشان الله. ترى على قماري يا زلمه عميت قماري. انت من اللي بتعمله قاعد حميان مع الشغل جاد. ايوه لا لا يعني اقول لك احرق 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 حرق. طبعا واللي انضم لنا في تقديم الجوائز فاير فلاي برجر ذا بيست برجر ان جوردن اند ان اول اوف ذا وورلد ذا بيست برجر and the bob of all burgers. هذا الـ يعني اعلى يعني بتحكي انت في الليفل اخر ليفل من فوق. فاير فلاي تحياتنا لك اللي فروعك في جميع انحاء المملكه. يعني ربحت انت من اي مكان في الاردن انت فاير فلاي موجود عندك جنبك قريب منك بامكانك تستلم جائزتك من هناك. تحياتنا لكم يلي بتتابعونا وكل الشكر لفاير فلاي اللي امبارح مساء انضم لبرنامج مطبخ رمضان الأعلى مشاهدة والذي هو برعاية دجاج الخير. جائزتنا جائزتنا نداء 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 حبايبنا اللزب تعالوا جاي يلا لفوا لحولي. حطينا حطولنا صورة من طبيخكم بكومنت مكتوب جنب الصورة. يعني جيبوا صورة لطبيخكم وفي ورقة مكتوبة أو كومنت جنب الطبخة هاي مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير. ويلي بتجيب لايكات اكثر بتفوز. يعني راح تولع. خليها تحدي ما تخلي حدا يطلع عنك. يلا شد حالك وجيب لايكات واعمل تاجات وشير عشان انت تكون من الرابحين. هذا الغاز هذا الغاز لازم تعملوا لايك للبوست
وتشير ولايك لصفحة مطبخ رمضان، واللي يعني منزلين عليها المنشور. الجائزة عبارة عن غاز ستانلس ستيل فول سيفتي صحي 90-60-90، اشي رائع واشي بجنن، مقدم للشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسل. هاي هو الغاز، يعني ابعتي أكلي أكلتين. والله شفت صور بارح ستات يا رب الله يعطيهم الصحة منزلين سفرة مائدة مائدة طويلة عريضة، وفي ناس مصورة فيديو وعاملتها بطريقة هوليوودية. رائعين يا عمي، رائعين الناس، عشان يربحوا هذا الغاز من الشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسل. يا شيف وين وصلنا؟ بدنا نيجي على الدبوس أبو شوكي. يلا شوفوا الدبوس يا جماعة. أيوة هاي الدبوسة. هناء المصري تحياتنا إليك يا هناء. يا سيد هاي الدبوس، بس خليهم يشوفونا. نفس العملية؟ طلع لا هسه اختلفت الرؤية. وين لحظة بدي أجي جنبك أنا. قرب العجلة هاي اللي عاملها هنا. هاي شو هاي؟ أقول لي عنها. طبعا هاي الخلطة يا إخوان. أيوة. عبارة عن حليب، أوكي، حليب وطحين وبيضة وملح وبابريكا وفلفل وكيجن. لا لحظة شوي، من أول طحين حليب ملح كيجن بابريكا خفيف وبس وبيضة. أوكي نيجي على الدجاج من هون. معقول إنه طويل على الكاميرا؟ يا زلمة خلاص هسه نعرف انه انت مش مصدق انك طويل كثير. لا والله جد مش مقتنع. هاي الطحين انت بتركب اللمبة بدون سوكة في الدار؟ عطوه من دون بدون سيبة نورك كفاية، بنحطش احنا اللمبات. لا يا سيدي حطينا هذا بالطحين، ضاءة مخفية. نعم يا سيدي. نيجي على لبن الرايب كمان، نغمسها باللبن. طلع يا اخوان، هاي غمسنا باللبن. ايوه بعدين وين بنروح؟ على الطحين. ايوه هاي طريقه ابو شهادي. هاي ها وين صارت؟ صارت هون. هاي ها ترى كيف نصحت، صارت عجه. ايوه بعدين بنمسكها وين؟ كمان بالخلطه، الخلطه تبعتها. اوكي عملها هيك، بعدين نمسكها مره ثانيه نوديها وين؟ هيك سويها، حطها وين؟ على الطحين. هاي الكونكورد تبعتي. الكونكورد دبوسة. صارت دجاجة هاي. هاد الصحن الأسود. هذا سيدي؟ أيوة سيدي. هات هون يا سيدي. أيوة عينا عليك. مش حادي؟ نعم صار مش دبوس، صار جاجه. طب شوف سؤال، بما انه هاي الخلطه لابو شحاده سبيشل، نعم نقدر نحل اللبن نخففه شوي؟ لا احنا بدنا اياه ثقيل، بدنا اياه ثقيل عشان يمسك على الدجاج. بدنا اشياء شو بده فيها هاي الخلطه. هاي لازم ثقيله كمان، لازم ثقيله طبعا. هاي طحين، اوكي زين. هاي لبن، اللبن بستوية يا جماعة الخير، بهري هري. بهري هري عشان هيك هاي الآن. اوكي هاي ربطت، هاي كل ما تفك حطه أعطوه. هاي تجي على الخلطة هاي، يعني هذيك زي كيكة عاملة، بس كيكة فيها بهارات. أيوان تيجي كمان مرة هيك. كيكة ايش سيدي؟ وين الكيكة في الموضوع؟ هون كمان شوي. هاي الدبوس، بطل دبوس. هيك صار دبوس. هاي اسمعي، عم زي الجرف. صح؟ ايوان شوي لبن. أنا يوم ما قلت للشيف خلينا نعمل إشي خفيف، هاي مولع تحتيها؟ بديها تحمى والحرقة. نعمل الكبدة هسا. يوم ما قلت له شغلة خفيفة لطيف خلينا نعمل كبدة وجنحان، طلعت ورشة. بس أنا بالنسبة إلي، أنا لو عملنا منسف أحسن. لا بالنسبة لي أحلى منهم، ما في هيك. مبسوط؟ عادي يعني يتسلى. يا عين عليك، لأني أنا بحب أطبخ. شايفين الفرق؟ هون الفرق، يعني ما تتزاولي.
لا عادي تتهاجلي لا 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 ما تقولي لا بدناش لا 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 متعبة مهلكة لا 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 عادي خليها الناس توكل خليها الناس توكل كل صحتين وعافية ادفع ما انت كانز ايوه انت رحت فين عم الحق سبحان الله الفطر كيف تحسه سفنج تحسه صناعي مش طبيعي الهدوء يا عمو في المنطقة ما انت ما خليتش فيها كلام ما خليتش فيها كلام يا عبد السلام اشوف تعليقات الناس بالله اعطوني تعليقاتكم على اللي بيعملوا الشيف ابو شحادة بيعذب فينا قاعد وبلوع فينا وبضايق فينا يا رب ام حسن شحادة حياها الله حياها الله تقول لك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ام حسن شحادة دعاء روعة ما شاء الله احكوا لنا شو رايكم في اللي بيعملوا الشيف احكوا لنا شو رايكم في اللي قاعد ام مكرم ابو لطيف تحياتنا لك يا ام مكرم ارفعوا لي يلا وين اللايك وين اللايك وين اللايك وين اللايك يا جماعة ام شوق الدعجة تحياتنا لك يا ام شوق ورنا رنا منال جمال ام جمول ام حسن شحادة دعاء شذا ابو عرقوب دعاء ام توفيق ام ريان شاهر التميمي رماس العدوان يعين عليك ام عدنان البدوي ام ريان مرة اخرى وهناء المسرح حياك الله حياك الله ام مكرم ابو لطيف ام حسين البلعوس تحياتنا لكم احكوا لنا شو قاعد شو رايكم في اللي بيعملوا الشيف وارفعون اللايك ايوه لايك 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 بدي لايكس بدي لايكس وزي ما حكينا عن الجائزه بنرجع بنذكر في جائزتنا اللي عباره عن فرن غاز ستانلس ستيل بتعرف ما سحبناش الجائزه إيه؟ يلا اسحب نسحب الجائزه آه. الجائزه عبيتنا طحين يا زلمه الجائزه عباره عن ريسيفر غزال لا الجائزه الاولى عباره عن جلسه تنظيف اسنان مقدم من الدكتور رائد يونس وجو سويت كل التحية لك يا جو سويت ووجبة لشخصين مقدمة من مطاعم زعفران خلينا نربحها هاي الجائزة وعشان بعد عشر دقائق على طول نفوت على الجائزة الثانية هناك هون هون هناك هون عندك عندك طيب عندك خلينا نربح الجائزة نربح الجائزة نربح الجائزة الجائزة مين يحكي لي ستوب اسمعين احكي لي ستوب احكي لي ستوب واحد اثنين ثلاث اللي ربح معنا ام عدنان البدوي ام عدنان البدوي ام عدنان البدوي الف مبروك يا ام عدنان البدوي ام عدنان البدوي تواصلي على صفحة مطبخ رمضان تواصلي معه عشان يحكوا لك كيف وايمتى تيجي تستلمي الجائزة يا ريت الناس اللي بتعرف موقع قناتنا وبتعرف وين قناتنا موجودة يا ريت ما يجوا إلا بس يتواصلوا مع الشباب على صفحة مطبخ رمضان مطبخ رمضان عشان نحكي لهم كيف وإمتى يجي يستلموا الجائزة الآن الجائزة الثانية هي عبارة عن ريسيفر غزال مقدم مركز عيسى للساتلايت وكلاء شركة الغزال ميديا ستار وجنرال فيو تحياتنا لك يا عيسى كل الحب والاحترام وعندنا أيضا وجبة لشخص من فايرفلاي فايرفلاي ذا بيست برجر ان جوردن ان في العالم كلها مش بس ان جوردن فايرفلاي ذا ابوف اوف اول برجرز ذا بيست برجر ان وورد يلا وين ما كنت انت باي منطقه باي محافظه في هناك فرع لفايرفلاي بتاخذ الكتاب بتروح لعندهم تستلم جائزتك وجبه لشخص واحد وجوسوي جوسوي هذا اللي بحلي الدنيا كله معكم وما بننسى ايضا ما بننسى اللي بيقدم لنا الجائزه استاذ احمد احمد فارس القوه الطبيعيه للتكنولوجيا معالجه المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي هاشف خلصت الدبابيس خلاص هسه انا بدي ابلش الشغل بدي اعمل الكبده هلا ولا نطلع بريك ولا ايش ظروفنا شو رايك نطلع بريك يلا ناخذ نطلع بريك قصير ومن ثم نعود لاستكمال حلقتنا اللي كلياتها شغل واكشن واكتيفيتي كل الحلقة تبعتنا نار مع الشيف تبع الدمار طبعا هذا الدبوس حطوه شوي بالفريزر دقايق عشان يمسك عنه الطحين
تمسك عليه الخلطة شوي. تمسك عليه الخلطة شوي. أيوة شوي مش كثير. يلا. يا عيني يا عيني. بعد الفاصل راجعين لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم اللي هي مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير. راجعين. هذا البرنامج برعاية شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن، الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيمية جو سويت، شركة القوة الطبيعية لتكنولوجيا معالجة المياه، مركز عيسى لتجارة أجهزة الساتلايت. هاي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه طريقة العمل عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تابعوا قناتي. ايش يا ماما؟ مو حلو. جو سويت هو محلي خالي من السعرات الحرارية، كل نقطة منه بتعادل ملعقة سكر، ومتوفر على شكل قطر حتى يحلي جمعاتكم. حلي رمضانك مع جو سويت. مركز عيسى للأجهزة الكهربائية وأنظمة الساتلايت وكل ما يلزم البيت من كهربائيات تحت سقف واحد، مختصون بأنظمة الريسيفرات والساتلايت والشاشات المتنوعة. عنواننا بحي نزال شارع الدستور. شو يعني تركب فلتر مي من شركة القوة الطبيعية لتكنولوجيا معالجة المياه؟ يعني راح تاخذ مياه خالية من الكلورين المضاف للشبكات، خالية من المواد العضوية والأملاح المذابة، مياه شرب غنية بالمعادن المفيدة لصحة الإنسان. أسعارنا وخدمات الصيانة مناسبة وفي متناول الجميع بأيدي فنية ماهرة. عمان شارع الحرية مقابل دائرة الأراضي. شكرا لكم أعزائي، وبنرحب في اللي انضم لنا جديد على شاشة الحقيقة الدولية الأقرب إليكم دائما، وعلى صفحة مطبخ رمضان، وعلى صفحة دجاج الخير اللي بتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير. الكل خير، كل التحية لكم اللي بتتابعونا من جديد واللي بدكم تربحوا معنا. تحياتنا لكم مرة أخرى. مش حادي، شو صار معنا؟ هلأ بدنا نسوي الكبدة، كبدة بالبصل وكبدة بالدبس. كبدة بالبصل وكبدة بالدبس. الدبس الدبس دبس دبس الدبس. الرمان دبس الرمان ودبس الرمان. راح نسوي البصل. الله عليك الله عليك. مش حد بالله عليك علمني هاي الحركة. هيا ما قلبها تعوجه من الحركات هاي. ها وانت مغمض تلعب فيها. يعني كاش تعلمني. نعلمك سيدي. ليش ما نعلمك باطل؟ ليش ما نعلمك؟ رشة ملح على البصلة وبناخذ لها توم. روح هالتوم. ايوة ارفعونا الشير وارفعونا اللايك وارفعونا الكومنتس هاي تبعاتكم عشان تربحوا معنا يا جماعة. انت جيت هنا ليه؟ هاي شوف اعملها شوف اعملها البصل الثانية. اخذ لك شوية بصل هون على بدون. ايوه ها يلا هذا امسك امسك بيدك. يا
يلا واحد اطلع هيك ونطلع. ايوه اعطي عيني عليك. كمان مره كمان مره انا خايف اكذب. فين الوصلات اللي بدنا ورا؟ اطلعوا لي برا القناه. يلا روح روح. ايوه اسحب اسحب سحب اسحب. ايوه راحن البصلات راح الاواعي. لا لا لا. لا لا خطوه بدايه جيده. هاي بننزل الكبده. طبعا الكبده بدها نار حاميه. نار حاميه نار حاميه. كبدتهم نظيفه والله جاد. هاي تاعت الدبس. ما انا قاعد بعمل فيها يا زلمه. شو مالك انت يا زلمه؟ بدنا نشتغل. اسمع بدنا نعمل لنا حلقه بس عن هاي الحركات. انا نقلب بس. عشان تعرف يعني. الحوان. ولا اعطينا وين الفلفل؟ هيو. فلفل. هذا اعطيها فلفل خلي. هون؟ هات لك شويه. خلص والله اللي ياكلها اليوم لا يشط نوم. لا يعيط. الفلفل بيفتح الشهيه. ولا طبعا. صح؟ ايش؟ فصل. فصل؟ فصل اخضر. ايوه. اي واحدة؟ ايوه. ايوه اعطيها كبدة. اعطيها كبدة. ايوه ايوه يا سيدي. يا سيدي مس علينا. حتى لمح في كبدة. أيوة. ملح هنا. ايوه. فلفل اسود. ملحت على طول. عادي. عادي. طبعا. طيب. هنا فلفل طيب. ابيض. كمان زيادة هون عادي. بالله احكوا لي شو رأيكم بالحركة اللي عملتها أستاذ خالد؟ بنزل على صفحة من يومين ما في رد. حتى ميرفت بالراسل الصفحة من يومين. صفحة مطبخ رمضان يا ميرفت. صفحة مطبخ رمضان والشعار معروف بتشوفوه بالحلقة. شعار لا مستحيل لأنه شباب بيبعثوا لي شباب ميرفت. في ميرفت تحكي بتتواصل معكم يا ميرفت. امبارح بعث رسالة ماسنجر لصفحة دجاج الخير. ايوه اللي ربحوا مع دجاج الخير ان شاء الله بنربطكم مع صفحة دجاج الخير بحيث هاي نداء علي. يا ريت يا ريت الشباب على صفحة دجاج الخير يتفاعلوا ويتواصلوا مع الناس اللي بتتواصل معهم من اجل تسليمهم الجوائز. ام اكرم ابو لطيف تحياتنا لك يا ام اكرم. رنا الفاخر تحياتنا لكم. حسن اشحادة والله كيف الحركة بالله عليك وكيف فنان فنان عشان تعرف بس يا عيني. ربحوني. ماشي يا ام اكرم ابو لطيف. ماشي يا ام اكرم. ربح الكل احنا باذن الله باذن الله باذن الله. الكبدة الكبدة يا معلم شو بترش عليها ماي؟ لا زيت بزود لها. اي زود لها بس بتطقطق ترى هي معروفة بتفقع. شو هذا اللي انا بقلي بالدجاج قاعد دجاج بالدبابيس؟ ولا شو بدنا نخلص بدنا نشتغل اخلص. بنرجع بنذكر الجائزة 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 عبارة عن جل عن ريسيفر غزال. ريسيفر غزال ريسيفر غزال مقدم مركز عيسى للساتلايت ووجبة لشخص واحد مقدم من فاير فلاي ذا بيست برجر ان جوردن. فاير فلاي تحياتنا لكم يا فاير فلاي عمال فاير فلاي وإدارة فاير فلاي في كافة فروع في جميع أنحاء العالم في 4 قارات و14 دولة و57 فرع منتشرات حول العالم. وهذا هذه ماركة أردنية مسجلة أردنية مسجلة فاير فلاي. وأيضا جو سويت يقدم لنا أيضا الجائزة. يا سيدي يا سيدي مسي علينا. مين؟ أو حتى لمح بكبدة. مين ما بحب الكبدة؟ لا في ناس ما أنا بحبها الكبدة. أنا بحب بعدين بحب أعملها سندويشات. سندويشات جنن. سندويش كعك وسمسم رهيبة.
يو 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 على نفسك الطيبة. أم جمول الكرد، تحيات أم حماء، أم عماد جودة، أبو عبد الرحمن قناص، تحياتنا لك يا قناص. سناء بكير، أم حسن شحادي، ما شاء الله عليكم منورين. أم بسام الشيبي، أم بسام تحياتنا لك يا أم بسام. أم ريان، سناء مساكم الله بالخير. نجمة السماء بتقول لك أنا بدي، إيش بدك يا نجمة؟ أم ريان، أم ريان حاطتها. يا سيدي فاير فلاي، نفسي أعطس. إيه؟ بدي أعطس بالفلفل. والله جد اطلع فرة وتعال. روح أنا بكمل. روح كمل. تكمل مين عم الحاج؟ أنا بكمل يا زلمة. عليك بسم الله. هاي الأولى أمسكها عادي. سخنة. تعرف منظرها حلو رهيبة. قلت بدك تخلي دبوس تعمله في خلطة ثانية، ما خليت صح؟ لا نسيت صح؟ أبو شحادة بنساش. لا جد في الخلطة هذيك الخزعبلاتية هذيك. خزعبلاتية. إيه؟ لاحظين يا شباب؟ عامل زي الوردة الجورية. دبوس يا دبوس. والله جد عامل زي الوردة الجورية. هذا الدبوس محبوس. سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. شاهر التميمي تحيات لك يا شاهر. لين عمايري مبدع يا شيف. مبدع يا شيف. شكرا يا عمايري. مبدع يا شيف. الله حي الصلط. هلا والله هلا هلا عيني هلا. طبعا برجع وبذكر في الجائزة عشان تربحوا معنا غاز 60 في 90 ستالستيل. ستالستيل صحي فول سيفتي، مقدم الشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسال. تحياتنا لكم يا يونيفيرسال. وأيضا أيضا شو ما جمعتي لايكات على الصورة وجنبها مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير، هيك ورقة بوست مكتوب جنب الطبخة تبعتك وجنب المائدة تبعتك والصفرة تبعتك، شو ما كتبت وجمعت لايكات انت بتربح هذا الغاز. يوم الجمعة في حلقة يوم الجمعة راح نسحب الجائزة المقدمة من الشركة الأردنية العالمية لإنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسال. هذا الغاز الرائع جدا. بقول لك خلاص جيبوني بيكاب بنجو، بيكاب بيتريشي، أي حملوني من هون، حملوني من هون، حملوني شيلوني خلاص. بدي أطبخ، بدي نار تولع، بدي النار تبعت تتولع، بدي الغاز يدب في عروقي، بدي الغاز يدب في شراييني عشان أطلع لكم أشهر الأكلات من الشركة الأردنية العالمية إنتاج أفران الغاز والغسالات يونيفيرسال. كل الشكر لك حج عمر الحسنات على هاي الجوائز الرائعة اللي معنا من زمان. الحج عمر الحسنات تحياتنا لك. يا شيف. يا شيف. هلا بقلبي. هلا بروحي. بطول على الغاز بالقليل 10 دقائق يعني؟ لا شو 10، 5 اذا شفته انه 5-6 دقائق. اذا وبستوي اذا ما استوى معكم، اذا هو بشار باقي، اذا ما استوى معكم هو المتبل راح يروح بسرعه. ليش المطاعم تلاقيها راحت بسرعه؟ لانه تتبيلته بتطبخه. هلا في العالم المهني إشي اسمه طبخ على البارد. طبخ على البارد اللي هو التتبيل. التتبيله، التتبيل بيعمل 30% من الطبخ. اوكي، فالتتبيله هاي بتهري، خليه يستوي اكثر واسرع. عرفت كيف؟ فدائما اذا ما استوى عادي خلي الفرن حامي، حطيها 5 دقائق بالفرن، تمسك 10 دقائق، تمسك على حراره كويسه. بالله جاد. ولا كل إشي له حل عند ابو شحاده. فيش إشي ملوش حل. أيوة, ايوه ايوه ايوه. لا تاخذ برد هسه، لفحه هواء، لفحه هواء. ايش تاخذ الناس؟ ايش ناقص يعني؟ يا سيدي هاي الكبده هون، كبده بالدبس. بالدبس اعطيها الدبس. عندي اخبار احسن لي من هالبرامج هاي. ذبحتني شايف محلاها الكبد. دبس الرمان. دبس الرمان. دبس الرمان اعطيها ليمون. دبس الرمان اخذوه قلبيه بالليمون زي هيك. ايوه
وين راحت؟ هايها ليش شي بنكبع نحن يا ابو كيف القليات؟ الوقت القليات ايش هقول لك ولا ما اقول لكش على القليات؟ شو حطيت بهار على الكبدة هاي؟ ملح فلفل هاي اللي بالرمان ملح فلفل وملح خفيف ما كثرت وهاي الكزبرة عليها خليها تسبك شوي بالدبس تغلي لها شوي كيف محلاها اعطوني الكاميرا اللي فوق خلينا نجيب الكاميرا اللي فوق يا شباب ايوه هي بلشت تتلقلق وتتلعلع الكبده ما بتاخذ على النار شيء حرام كبده شو بدها تاخذ يا دوب خليه كمان شوي خليه كمان شوي شو هو الدبوس دبوس نعطيه كمان لون شوي اعطيه كمان لون يا زلمه طلع الاول كيف لونه هيك بجنن بجنن طبعا انا خلص انا فضي يوم الليل امش حادي يمش حادي شاهر التميمي محمد سالم حبيبي يا خال نوال الغانم ام حسن شحادة تحياتنا اليك واماني اماني الدحلة تحياتنا اليك واشرف الكردي ام مكرم ابو لطيف ام جمول جماعة وين يجمو وين اللايكات ام توفيق توفيق بنربحك يا ام توفيق ابشري يا ام توفيق بس علقي اكثر وانت احنا بنعرف انت من الناس اللي بتشير اكثر شيء ام توفيق توفيق وتالا تالا تقاطقة تحياتنا لك يا تالا ام حسن شحادة دعاء ام مكرم قماص تحياتي لك يا قماص دعاء زهرة الجبل كبدة بالدبس فاين عليك دبس سوا 100% ولا غلطه ولا شكرا لك يا هناء ام جمول ريحه الدبس على فكره جبت لك افخر انواع الدبس فاين عليك تنكر لا تنكر ما بقدر اسالك بالله يا لا اله الا الله محمد رسول الله هون الكبدة بالبصل لما تعطيها لون الحرقة هاي الزاكية الشعطة بتجنن هسا هون نقلي الجنحان نقلي بس ايش نكون حذرين معها لانه راح يطلع بسرعة راح يستوي بسرعة والقرشة اللي بتاخذ لون سريع يعني نضل عيننا على الغاز شايف اذا اخذت لون معنا على السريع زي هيك نضطر نحطها بالفرن لانه احنا ما عندنا درجات حرارة نتحكم بالغاز بنحطها بالفرن لأنه هيك تكون بدها شوي انا محمي الفرن ترى نلاحظ ورا بعرف محميه احتياط الله يستر بنشان الله ما حدا يحكي معي على ايرفيس يا جماعه ما حدا يحكي اسمعيني طلع الغاد ما تطلعش علي مش حد يروح من جنبي وين اسيب هذا اللي هون اخذها على الحاره اللي قبلها خلاص انا استاذ صرت شو هذا مش حد دبس هذا باربيكيو باربيكيو يعني الجناح بس بتطلعه زي ايه لانه الزيت حامي معانا بنحطه وين بالفرن هسه شويه ما بصير عليه شيء بتتنشف بتطلع تنشف وبتستوي تستوي ابو شحاده ما تخافوا عليه ابو شحاده فيش اللي ملوش حل خدي بالله مع دجاج الخير اللي شكله غير وشايفين هيو قدامكم دجاج الخير شايفين كيف على السريع بيستوي وابيض بياض قلبي دجاج الخير طعمه غير شكله غير الله يمسيكم بالخير يا دجاج الخير خبرني يا طير ايوه ام عدنان البدوي تحياتنا لك يا ام عدنان محمد سالم شو مالك هلا 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 ام حسين البلعوس
شوف دار المصري فاتوا وطلعوا فاتوا مع بعض وطلعوا مع بعض تقول هيك مارجن ظلوا رايحين. معاد ام حسن ورنا ابو فاخر يا جماعه يلا يلا يا جماعه وين اللايك؟ ايه مبروك مامي ام يوسف. محمد خبرني مين اللي فاز معنا الاول والله نسيت اسجل الاسم. محمد ايوه طلع لي الله يسعدك شيك لي عليه عشان نسجل الاسم. وكمان شوي بدنا كمان خمس دقائق بدنا نربح الجائزه الثانيه وهي عباره عن ريسيفر غزال ووجبه لشخص واحد مقدمه من فاير فلاي فعلا برجر. فاير فلاي فعلا برجر وبعدين الفاير فلاي ايش ابوف اوف اول برجرز. ومن جو سويت مقدم هذا الباكج. النقطه تعادل ملعقة سكر. خليك هيلثي خليك رائع على المحليات والمقطرات وكل شيء رائع من جو سويت. بدك تحطهم بالفرن؟ اه طبعا. طب اقلي اخر ثنتين ما بدك اقلي لسه انا اقلي ضايف ثنتين مش مستعجل انا عم اهلي. ايوه خلصت الكبده؟ ايه شبه شبه خلصت. اسكبها ايوه اسكبها يا سيدي. جو سويت بسوى نحكي عنه. جو سويت النقط جو سويت النقط تعا عندي اسمعي تعا تعا جو سويت النقط يستعمل لتحلية المشروبات الباردة والساخنة. جو سويت النقط يستعمل لتحلية المشروبات الباردة والساخنة مثل الشاي والقهوة والعصائر ويمكن استعماله للخبيز والمعجنات. هذا ايش النقط. جو سويت القطر يستعمل كمحلى للمواد الغذائية والحلويات في أشكالها المتنوعة الساخنة منها والباردة. يستعمل لتحضير الحلويات الشرقية والشوكولاتة والبودة وجميع أنواع الحلويات الأخرى. شكراً لجو سويت. أم ميزر عتال أيوة سمعونا الأسماء الجديدة هاي الناس اللي بتدل بعض وبتشير والطيب بشير وبقول وبغير. أيوة 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 عاشوا 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 والله عاشوا. خلص اخر قطعه منك يا جنحان. هسه بدنا نحطها بالفرن. نحطها شوي بالفرن عشان أيوة. نضمن انه امورها بالسليم عشان نضمن انها تمسك في بعضها تستوي. هي مسكت نعم. ضايل معنا بالضبط للبرنامج 14 دقيقه وضايل معنا 4 دقائق عشان نسحب الجائزه. ماشي يا جماعه؟ ماشي ماشي يا اخوان ماشي يا امم. ايش شو بعرفني شو بخبي؟ بدي بظهره بحط غاد شو بخبي؟ بحطه بحطه بالفايركس. بحطه بالفايركس. ايوه 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 ايوه. حميت الغاز؟ هي ماله يلا يلا سيدي. هون بنعمل الدجاج بالشطه والكزبره. بالشطه حط عليه كمان شويه طحين. بالشطه والكزبره ايوه. هذا حار؟ هذا الحار الجنحان الحارة. أيوة أيوة. أنا لأني بحب الجنحان مش قادر مش غادر مش غادر مش غابر والله أنا غادر. بسم الله أبو شحادة تعرف الناس اللي بقول لك دروح دروح وين دروح دعمل حرف الدال. هذا شو قصته حرف الدال هذا؟ والله ما بعرف. يا اخي لهجتنا يعني جميلة جدا حلوة. ضروح دعمل داجي. وفي كمان شغلة ثانية. ايش هي؟ اسمع إذا هاض بحكي معك. مين هاض؟ إذا هاض بحكي معك. بشوف الموضوع. جد والله جد يا زلمة. طب إذا ما فيش هاض في اللهجة تبعتنا شو تساوي؟ أنداري؟ إذا هاض مثلا؟ باجي عليه. بعدين احنا فينا شغله. الو مش حادي وينك؟ هيني هيني صرت على دوار الداخليه وببقى لساته بالفرشه. وينك وين الداخليه؟ ببقى بالفرشه. وينك وين الداخليه؟ دقيقتين اي واحد بقول لك دقيقتين وبكون عندك روح. اعرف انه بده لسه روح روح تستناهوش. لانه لسه مطول قصته طويله. قصته طويله بتكون قصته طويله اللي بقول لك دقيقتين وبكون عندك. دقيقتين هينا جيت هينا جيت بالضبط هينا جيت.
شو يا محمد سالم؟ رد 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 رد. شو قال مين رد؟ دعاء شادي فواز ذياب العنزي، ام عدنان البدوي، ام مكرم ابو لطيف، ام حسن شحاده، ريم عبد الله عبيد الله، ريم عبيد الله، سناء بكري، ميزر ابو حسو، ابو حسنين، ابو حسن، هناء، هلا يا هناء المصري. شو عملت بالفرن اليوم؟ زودت حراره. زودت حراره، انت قلت لي 14 دقيقه، قلت لي ضايل. ضايل 14 دقيقه، زود الوقت. يلا هي خلص ميزر ضايل. بعد شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي راح نسحب الجائزه، بعد دقيقة واحدة رح نسحب الجائزة. بعد دقيقة أم عدنان البدوي، شذا رد، محمد رد، أم حسين البلعوس، أبو أم مكرم، أبو لطيف، سناء روعة بتحكي لك، تسلم الأيادي يا شيف. أم حسين البلعوس تقول أحلى مطبخ. شكرا. أحلى مطبخ فيكو، أحلى مطبخ معاكو، أحلى مطبخ مع اللي بتشاهدونا وبتابعونا وبرفعولنا كميات اللايكات والشيرات والمتابعات والامور هاي. وين اللايك؟ اسمعينا اعطيني، تعال، وين اللايك؟ شايف في لايك هسه؟ يعني هسه صار يطلعوا اللايكات هسه. والله انا طالب لايك، مش دونهم ارض، بس اللي حواليه دونهم ارض مش غلط. بناخذه عادي يعني، بدنا نعطيه بلاها وحده الدم. يلا ها، يلا هاي انا معكم، هاي انا معكم، يلا شدوا العشو، شدوا الهمة. وكيف الهمة؟ عالية المعنوية عالية. يلا خليك يا. يلا كمان 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 كمان. شو مارك؟ وين اللايك؟ لايك يا جماعة، يا جماعة، يا جماعة. وقلوب، وين القلوب؟ الهارتس، قلب 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 قلب، اعطوني قلب، والله قلبي معكم قلب. شو رايكم نربح الجائزة هسه؟ نربح الجائزة؟ نربح الجائزة شباب؟ ما نربح الجائزة؟ ليه؟ ما حدا شاذ. طب هاي أنا واقف معكم، ها؟ ها؟ هاي أنا هون، ها؟ هاي أنا هون. يا الله التاب بفزي. طلع طلع اسماعيل، طلع طلع ما أوسخ التاب، زيت كله، طلع طلع طلع، طحينا من النوم، طلع. والله جد اصبعي الوسخ طلع مش التاب. هاي يلا خلينا نربح. اسمعينا، انت خليك تتبع هون وانا بتبع مع الناس هون. كل ما بعثت لايكات وشيرت وحطيت تعليقات، احنا بنضلنا احنا وياكم في اعلى المراتب دائما، احنا وانتم ان شاء الله دائما في اعلى المراتب. ما ننسى انه يوم الجمعه في جائزه معنا الغاز راح نربحها، ويوم الجمعه ايضا في جوائز راح نفاجئكم. احنا ما راح نخليكم هيك، يوم الجمعه راح يكون مميز بيننا وبينكم ومعنا ومعكم. وما تنسوا يوم الجمعه حلقتنا من ال11 ل12 ونص، مش من ال12 لل1 ونص، من ال11 ل12 ونص حلقه مطبخ رمضان برعايه دجاج الخير اللي راح تكون يوم الجمعه، راح نربح فيها الغاز. راح تكون حلقه نار 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 نار, نار. راح تكون الحلقة. أنا أبو شحادة شو بتعمل؟ بطبخ، بدي ألحق. ألحق صح، ما ضلش وقت. ثمان دقائق ضايل. خلينا نربح، خلينا نربح الآن. يا ربي أدن المغرب. خلينا نربح. أثبت عند إسماعيل، أثبت عند إسماعيل، أثبت عند إسماعيل. شيف احكي لي ستوب يا شيف. احكي لي ستوب. يلا ستوب. لربح معنا أم مكرم أبو طيف. طوط طوط. يا ساتر بسم الله. أم مكرم، أم مكرم، أبو أبو طيف أو أبو لطيف، أبو لطيف. ابعتينا يا أم مكرم أبو لطيف. والله شباب ما تنسوا تبعتوا لي مين اللي ربح معنا أو ربحت معنا في الجائزة الأولى. أوكي، أم مكرم أبو لطيف، جائزتك عبارة عن ريسيفر الغزال مقدم مركز عيسى للساتلايت، ووجبة لشخص مقدمة من فاير فلاي. إذا كنت سكان عمان، في أكثر من فرع لفرع لفاير فلاي، في شارع الريب وهو أول الفروع، في عنا في شارع الحرية هنا فاير فلاي موجود هنا، وفي كل محافظات المملكة موجود فاير فلاي. وأيضا راح يكون معنا باكج من جو سويت مقدم الشركة الأردنية السويدية لتجارة
الطبية والتعقيمية. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي ولعت نار سيدي. اليوم ولعت نار. ايش حكينا؟ شو اسم اللي ربحت؟ شو اسمها؟ أم مكرم أبو لطيف. أم مكرم بنسى دائما أنا. أم يا باشا أبو لطيف، ألف مبروك يا أم مكرم أبو لطيف، وتحياتنا لكم. باقي من زمان البرنامج وخمس دقائق. طب شو رأيكم الخمس دقائق هذول؟ تشعللوها ضايل خمس دقائق؟ آه شعللوها بدري. شعللوها، شو رأيكم؟ آه خمس دقائق ضايل. اليوم فيش سلطة ولا إشي. اليوم كله كلي. طب شو الفطر في إيش استخدمته؟ هاي للصوص المطفى. صوص المطفى هو عبارة عن تومة. احكي لي عن الصوص المطفى هذا. تومة وزبدة. تومة وزبدة. أوكي. وعصير ليمون. تومة وزبدة وعصير ليمون. ومي ساخنة. ومي ساخنة تومة وزبدة وعصير ليمون ومي ساخنة وطحين. نعم. بطلع هذا اللون وشوية صويا عليهم. وشوية صويا صوص. نعم. عليهم. شو اللي قاعد تطبخ فيها؟ هذا الباربيكيو. 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 تطبخه على الغاز قاعد؟ نعم. والهون تطبخه؟ لا يعني. يعني. هلا هو بتاكل بارد وبتاكل على الساخن. المشروع اللي هون لازم يحمى. لازم يحمى. اللي هون اللي هون. احمي لك هاي؟ ده حامي حامي امورها بالسليم. اوكي. هذا مستوي؟ ان شاء الله. ده انتهى تقلي. قال لي هذا لسه عاد خلي شوي خمس دقايق ما بدايق. لا هذي كعك عيك. وانت صغير ايش بعت؟ ولا ايش انا؟ ولا اشي؟ لا مستحيل. شو ده بيع؟ ما بعتش تحبة؟ لا. ولا كعك؟ ولا حلاوة؟ حلاوة سمين علكي عباب مدرسة البنات؟ لا 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 لا. ايه يعني عايز منغنغ الزلمة يعني. الله يرحم ابونا دللنا شويه. يا الله يرحمه ويحسن مثواه. يا رب يا رب يرحمه ويحسن مثواه. بس كان الشغل غيري من الاولاد يعني. حتى الاولاد اللي كانوا يعني من طبقه البرجوازيه نعم كانوا يغاروا من مننا. كنا نبسط ونبيع بسطات. ف ما بعتش سحبه اكيد؟ انا ما بعتش. طب اشتريت سحبه؟ رحت لاعطيني سحبه. طبعا من الاولاد. اكبر بالون شو ربحته بالله عليك؟ هذا الكبير ابو البريزه كان. لا ربحته بالسحبه. هذا اللي بنفخ هيك بصير. ولا اللي في النقطه رقم 10 طبعا. ولا تحت اللي 77 تحت تحت. يعني مش رقم 10. ايوه بقينا ما احنا نطول ورقم 10 ولا فوت اسمع هو يشوفك الشيخ هوك. سيدي شايفين العظم كيف؟ هيك العظمية جوا. هاسي هسا هون صفيها شوي من القلي. ناخذ شوي من هون هالباربيكيو نغليهم. هون على المطفى. لا خلاص ما في شراعه هون. جنحان مطفية وجنحان بالباربيكيو. طبعا مع الباربيكيو طيبين. وبناخذ لهم شوية نعناع كمان. وبقدونس. هون. نعناع هذا صح؟ هون الكزبرة. وهون الكزبرة. نعم. مجرم ابو شحاده. مجرم مجرم حرب. مجرم جاج. مجرم جاج ابو شحاده. مجرم جاج الخير. مجرم جاج جد بالفعل. مجرم جاج. ضايل معنا دقيقه ابو شحاده. خلص دقيقه خلص دقيقه. احنا خلصنا خلصنا خلصنا. خليني اجيب الطاوله. عادي عادي كملوا كملوا عادي عادي.
عادي كملوا. خلصنا. نجيب الطاولة ونحط عليها الأكلات تبعاتنا اللي أبو شحادة اليوم نزل ريالتنا عليها. أبو شحادة قتلتنا يا أبو شحادة. قتلتني بقلبك. أبيه رميتني يا أبو شحادة بهذا السهم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. نحضر السفرة لأنه جايين ضيوف. أيوة. اسماعيل تبع معاي لهاي الوجبة. ضبط لي الكشاف هذا يا اسماعيل. ولا لا خليك فايت جوا. أيوة. خليك ضبط لي الكشاف. اليوم في عنا مواد كثيرة. مواد كثيرة. أبو شحادة اليوم أبدع. أبدع أبو شحادة اليوم أبدع. أبدع معنا أبو شحادة. يا عين عليك يا عين عليك. حبيب قلبي. خد يلا طالع. أخذ. هاي الكبدة. نعم. هنا. هاي كبدة. والكبدة الثانية. هاي الكبدة الثانية. جماعة مش غلط الواحد يجرب. مش غلط. مش غلط الواحد يجرب. أكلات أنت يعني بتطبخها في البيت دائما. لكن أبو شحادة أعطاك أفكار غير. مغاير يعني اللي بتعملها في البيت. وهذا لا يمنع أنك تجرب. تجرب. طبعا. إذا أنت ما حبيتها ممكن الأولاد عندك يحبوها. صح ولا لا؟ طلع هيك إحنا أخذ معنا شغل ساعة من جميعه من تحضير ومن كل شيء. اما انت لما تكوني محضره من اول ايوه ما بصير هذا الحكي ما بتتغلبي. واحنا هذا اخذ معنا وما دخلناش على البرنامج لسه معنا وقت. تعدينا. يلا 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 تعدينا. تعدينا الحكي. طب عادي طب عادي 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 يا زلمه احنا تعدينا الوقت بس لكن الدجاج بيستاهل. بيستاهل جزاك الله خير. بيستاهل هذا الحكي. اهلا وسهلا بالشباب. اهلا وسهلا شرفتونا والله. اهلا وسهلا. أبو شحادة قتلتني. سفرة مليانة اليوم. أوه لا الله. أوه لا الله. العادة نشيل هاي إحنا. نحطها هون هاي. يا جماعة طيب. طيب إحنا بدنا نصفط المائدة هاي. بنختم حلقة هذا اليوم. أبو شحادة شكرا لك على هاي الوجبة الرائعة والدسمة اللي قدمت لنا إياها في برنامج مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير اللي سفرتنا اليوم كاملة كاملة متكاملة من المقطعات تبعات دجاج الخير. تحياتنا لكم أينما كنتم. هيك بنختم برنامجنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا على خير وبركة بإذن الله تعالى من برنامج مطبخ رمضان برعاية دجاج الخير. السلام عليكم. شحادة. السلام عليكم. حبيب قلبي. حبيب. هذا البرنامج برعاية شركة تجهيز وتسويق الدواجن، الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيمية جون سويت، شركة القوة الطبيعية لتكنولوجيا معالجة المياه، مركز عيسى لتجارة أجهزة الساتلايت. هاي وصفتنا لليوم بتمنى انها عجبتكم. بتمنى كمان انه طريقة العمل عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تعليقاتي. ايش يا ماما؟ مو حلو. جو سويت هو محلي خالي من السعرات الحرارية. كل نقطة منه بتعادل ملعقة سكر ومتوفر على شكل قطر حتى يحلي جمعاتكم. حلي رمضانك مع جو سويت. مركز عيسى للأجهزة الكهربائية وأنظمة الساتلايت وكل ما يلزم البيت من كهربائيات تحت سقف واحد. مختص بأنظمة الريسيفرات والساتلايت والشاشات المتنوعة. عنواننا بحي نزال شارع الدستور.
شو يعني تركب فلتر مي من شركة القوى الطبيعية لتكنولوجيا معالجة المياه؟ يعني راح تاخذ مياه خالية من الكلورين المضاف للشبكات، خالية من المواد العضوية والأملاح المذابة، مياه شرب غنية بالمعادن المفيدة لصحة الإنسان. أسعارنا وخدمات الصيانة مناسبة وفي متناول الجميع بأيدي فنية ماهرة. عمان شارع الحرية مقابل دائرة الأراضي.